حتى مغير اسمك، كان اسمك محمود وبقيت فاروق القاضي. طب ما كنت قول لي غيري اسمي. من حوالي 5 سنين عملت اسم اللواء فاروق القاضي، انتحلت في صفة اللواء فاروق القاضي، شغال الصرف رئاسة الجمهورية. المحاولة الفاشلة لتشويه صورة المسؤولين ومؤسسات الدولة من الجماعة الإرهابية ليست الأولى، ففي واقعة من أغرب عمليات النصب والاحتيال عام 2017 قدم أحد الأشخاص نفسه بصفة مندوب رئاسة الجمهورية، وأنه موفد لحضور جنازة عمر عبد الرحمن أحد رموز الجماعات الإرهابية. وبالكشف عن هويته تبين أنه منتحل صفة مستشار برئاسة الجمهورية ومسجل شقي خطر فرد سيطر، ويدعى سيد الدويكي من مواليد 1967 ومقيم بطنطا، وكان يدير جريدة غير مرخصة لدعم الجماعة الإرهابية عام 2012. وفي محافظة الشرقية كان الأمن قد ألقى القبض على نصاب بث بعض المشاركات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زعم خلاله عمله كمراقب ومشرف عام للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية بعدد من المحافظات في إطار سعيه لجمع أموال من المواطنين باعتبارها تبرعاً للحملة. انتحال صفة مندوب رئاسة لم يقتصر على الرجال فقط، فقد انتحلت سيدة صفتي سفيرة ومندوبة عن رئاسة الجمهورية أثناء لقائها بمحافظ الغربية لتسهيل إجراءات طلبها، إلا أنه شك في الأمر وبفحص بياناتها تم كشف حقيقتها والقبض عليها. أما الواقعة التي لا يوجد وصف لها فكان بطلها مسن يبلغ من العمر 65 عاماً، نجح في انتحال صفة ضابط لما يقرب من 39 عام، استمر خلالها في الاحتيال على أسرته وكل من حوله، فكان يخبرهم كل فترة أنه ترقى إلى أن حصل على أعلى رتبة وادعى خروجه على المعاش، وبعدها انتحل صفة أستاذ جامعي لمدة 5 سنوات وظل يدرس في إحدى الجامعات حتى وقت القبض عليه.